فين؟ نعم، هو اللي راح فين؟ انت مالك؟ اقعد مكانك. نزل ايدك يا ابني، هو في ايه؟ ست ماما بصاها ضايفه، ما تروحش بنص ساعة. نعم، انت مش عارف انت بتتكلم مين ولا ايه؟ انت اللي شداني. نزل ايدك بس، عارف انا لو ما خرجتش من هنا هيحصل لك ايه؟ اقعد خد وجبك. ايه يا زيد بيه، تعبت نفسك ليه؟ مفيش اي حاجه، ايه الاخبار؟ لا الموضوع منتهي، شويه اجراءات وهيخلص على طول. ماشي، اتفضل. انا هكلم دكتور فخري على فكره. الو، اكلم دكتور فخري باشر لو سمحت. انا هاني فرج الله المحامي. يا دكتور اهلا بيك. لا كله تمام الحمد لله. لا شويه اجراءات بسيطه وهيطلع على طول. لا ده كانت خناقه كبيره وضربوا ناس وكسروا المكان كله علشان خاطر رقاصه. لا الحمد لله انا جيت، علشان لو الموضوع كان اتطور كان هيتعرض على النيابه وكانت تبقى قضيه. زي ما بقول لسعادتك كده، كل ده عشان خاطر رقاصه. لا يا فندم تحت امرك، انا المتشكر جدا. مع السلامة. شكرا، مع السلامة. على فكرة بابا وماما قلقانين عليك. أمرك يا باشا. خد رجالتك واتكل على الله، وأنت حسابك معايا بعدين. اتفضل. يا شيف، أنت عبيط ولا جننت؟ أكبر يا مصلحة. طب كنت ولي يا أخي. خلاص. الحفلة الجاية خليها تروس لك في البيت. بجد؟ أنا نسيت عربيتي عند الكازم صحيح. تعالى معايا أوصلك. يلا. الحقيني يا دكتورة. الشريف تعبني قوي ومش عارفة أعمل إيه معاه. مغلبني. اتكلمت معاه كتير يا دكتورة، اتكلمت وقلت له كل حاجة. مدوخني. مفيش فايدة، مفيش فايدة يا دكتورة. بيقول عليا دقة قديمة. يا ولاد هانم، انا تحت امرك وكل حاجه، بس يعني مش قادر افهم ليه شريف يعني يثق فيا انا بالتحديد وهو ما يعرفنيش من اساسه. يا ولاد هانم، انا ما بفهمش غير في شغل البنوك وبس. والله انا تحت امرك. طيب ما تزعليش، ما تزعليش. حاضر، بس بقول لك ايه، يعني على الساعه 6 كده كويس؟ ماشي حاضر. ولا ما انا لازم اتغدى الاول مع هاني ومع وليد. ما تقوليليش تعالي كلي عندنا. وما تقوليليش كمان هاتي هاني ووليد معاك، احسن مش هاجي. ماشي، هكلمك الاول اتاكد ان الشريف موجود. مع الف سلامه. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ انا كنت عايزاك في ايه؟ حاجه بخصوص الكمبيوتر. ايوه بالظبط، برافو عليك. بص بقى، الاول اللي انا هطلبه منك ده ملوش علاقة بشغل البنك خالص. تمام. انت مالكش دعوة بيها. انا اشتكيت لها منك وقلت لها انك انت واد بايظ ومش نافع وبتاع نسوان. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ عشان تيجي تنصحك يا روح امك. تنصحني؟ والله شكلك بتهزري. عايزاك تعودها في الكلام وتاخدها على قد عقلها. انت واد ايه؟ بايظ
ومش نافع وبتاع نسوان وبس. وانا هشوفها فين ست هانم دي بقى؟ هحكي لك النهارده مخصوص عشان تتكلم معاك. ايه ده؟ انت بتتكلمي بجد؟ اه طبعا بتكلم بجد. شريف، انا وابوك طالبين منك الخدمه دي. عملتها نبقى متشكرين. عملت الحبتين بتوعك هنعمل الحبتين بتوعنا وتضل مع الكل. لا لا ماما، انا عايزه اتنور وهعمل كل اللي انت عايزاه، بس بينا اطلع انام والنبي. طب اطلع انام. صباح على خير. وهي حلوه بقى على كده؟ ده اكبر منك يا ولد. هو يعني مفيش صغيرين كتير يسدوا النفس، وفي كبار مقطعتين زي كده يجننوا. نحنوح زي ابوك. انا مش قادره افهم الزيارة دي، مش داخلة دماغي ابدا. اتفضل. ميسي، انا مش عارف ليه يا اميرة، مش فاهم انت ليه مش مقدرة الناس دول. دول احسن ناس في البلد كلها يا اميرة. وانا اتكلم مع ابنها بتاع ايه يعني؟ انت طولي، ده شرف كبير انت مش قادرة تستوعبيه. يا سلام، ما تشوف حد من معرفة يا اخي يستوعب الشرف ده، ولا ما حدش من معرفة مثلا سايكايتريست ولا سايكولوجيست حتى يقعد يتكلم مع ابنها ده. انت عارفة يا اميرة يا حبيبتي هي ليه اختارتك؟ علشان لبقتك، كلامك الحلو، ثقافتك وطعامتك ودمك الخفيف، كل دي حاجات توحي بالثقة. يا أميرة، ده أنت بتساعدي كل من هب ودب، كل اللي يسوى اللي ما يسواش. جات يعني على وداد هانم لما تلجأ لك في خدمة تقومي تتخلي عنها؟ برضو مش فاهمة ومش قادرة أفهم. ده أنت بتساعدي كل الناس، ده كل الناس بيلجأوا لك علشان تقفي جنبه، ده حتى أمك. والله لو اللي بيطلبوا مساعدتي زي أمي وجوز أمي يبقى ما عنديش مانع. يلا الامر لله، هقوم البس. مساء الخير يا هانم. مساء النور. انا اسمي انور عز الدين من طرف الدكتوره اميره. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. اتفضل يا حسين. حسين يا يما، في حاجه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ من طرف الدكتوره اميره. اسمي انور وجاي عشان الكمبيوتر. اه اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك. ايه، هي ما اديتكوش خبر ولا ايه؟ بصراحه لا. بس مشاغلها كتير. طيب عموما انا فتحته وركبته وحاولت اشتغل عليه، لقيتني مش عارف اعمل اي حاجه. عادي، بتحصل في احسن العائلات. ايه هو انت هتتعلم السواقه ولا هتتعلم الكمبيوتر ولا هتخلص لهم شغلهم؟ هتموت نفسك يعني؟ انا حاسس ان في مشكله، ما انا ممكن اجي في وقت تاني. لا يا استاذ انور، واضح ان ماما. يا راجل، ده انا ما صدقت لقيتك. اتفضل خش، انا حاطه جوه عندي في اوضتي. ماما مش هتبقى زعلانه؟ لا لا لا، اتفضل. بعد اذنك يا هنا. اتفضل 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 يا استاذ. انا هعمل لكم شاي وهكلم الدكتوره اميره. لا يا ماما، ما تكلميش حد، سيبيها في اللي هي فيه. انت اعملي لنا الشاي بس. حاضر. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عندي ميعاد مع اولاد هانم. الهانم امرت افتح لك الصالون لما توصلي. لا لا، ما فيش داعي للصالون، انا هقعد هنا كفايه. انا مش قلت افتحوا الصالون المخصوص؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ما فيش داعي للصالونات، الصالونات للناس الغرب والزيارات الرسميه، واحنا اخوات. عندك حق، احنا هنقعد نستريح هنا يا بيت. اطلعي اندهي يا سيدك شريف. هيا طنط، وليه ما جاش؟ لا يا حبيبتي للاسف ما جاش. ما جبتوش معاكي ليه؟ لسه عنده مذاكره. طب ابعت سواق يجيبه. ما خلاص خلصنا. الله يا سيره، هتجيبه المره الجايه، مش تطلع على اوضتك ولا لعب عيال. الله، احنا مش اتفقنا ما نهزرش بعض قدام الناس ولا ايه؟ مش يا بت. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. يا لهوي على البنات وعلى غلب البنات. احنا كمان وليد مغلبنا جدا. انت ازاي تقولي الكلام ده؟ ده انا لما شفت وليد عرفت انك انت بتربي بحقيقه. اتمنيت عيالي يبقوا زيه والله. طب انت شايفه البنت دي؟ ابوها ما يرفض لهاش طلب. تصدقي ما بيتخانقش معايا الا عشانها. هو دايما بيبقى كده، الاب بيميل لبنته اكتر عشان بيحس انها ضعيفه يعني ومحتاجه الحمايه، والام تميل لابنها عشان حاسه ان هو المستقبل وهو الحمايه. اه. يا صباح الخير. هي ماما بقى الحلاوه دي كلها عندنا في البيت وسايبيني نايم برضو؟ ما تصدقيهوش، ده بيقول الكلام ده لكل النسوان. ماما ايه؟ مش قلنا الكلام ده مش قدام الناس؟ يا واد الدكتوره اميره اخت مش ناس. والدكتوره بقى سايكايتريست؟ لا لا لا، انا مش دكتوره علم نفس ولا حاجه، انا دكتوره في الاقتصاد. اه، ومخها يوزن 10، وكتر خيرها جايه عشان تقعد تتكلم معاك في خيبتك التقيله اللي ما وردتش على حد. اعملي معروف يا دكتوره، انصحيه اعدلي لي دماغه. انا بصراحه
نصيحتي لكل الناس انه ما حدش ينصح حد. ولا ايه رايك يا شريف؟ يا سلام، شايفه يا ماما؟ شايفه كلام الناس العقله؟ امال انت هتتكلمي معاها في ايه؟ لا احنا هنتعرف على بعض، هنشوف كده افكار بعض واراء بعض. انا متاكده ان انا هستفيد من اراء شريف جدا، بس لو هو بقى حب يستفيد من ارائي يبقى شيء جميل. انا مش مصدق، صعب قوي الواحد يجمع بين الجمال والذكاء في نفس الوقت. ميرسي يا عم على المجامله. اما انا قلبت الذوق بصحيح، اللي ما قدمت لك ساقع ولا سخن. خلي بالك منه يا دكتوره على ما اشتم شق اللفت شويه. منوره والله. ممكن امسك ايدك؟ اوه على طول كده من اولها. عايز تمسك ايدي ليه؟ يعني عشان نعرف نتواصل والكيمياء تشتغل. الكيمياء تشتغل. قولي يا شريف، انت صحيح يعني اول مره نقعد نتكلم، لكن انت شايفني ازاي؟ شايفك ست حلوه طبعا. انت كمان ولد امور جدا وفيري هانسوم. بس تفتكر لو الانسان ما عندوش غير الشكل بس هيبقى تيقلي يعني شيء فارغ جدا وفقير جدا؟ طب ايه رايك في شكله حلو وغني؟ يعني ايه غني؟ يعني مريش ومع فلوس كتير. عارف اغنى واحد في التاريخ كان راجل هندي اسمه غاندي. لا الكلام ده كان زمان، النهارده الغني هو اللي معاه فلوس، فلوس كتير كمان. ونجيب الفلوس دي منين؟ من بابي ولا مامي مثلا؟ بابي مامي مش مشكلة، المهم يبقى معايا فلوس وخلاص. طب افرض بقى بابي ومامي دول ما عندهمش فلوس. اشوف لي حيطة بقى اقعد جنبها واديها عياط. ها خلصتوا كلام؟ يعني هيبقى لينا كلام المرة الجاية اكتر. كلامي فيري انترستنج بس مش وقتها. سي امشي. الواد ده بيرطب بيقول ايه؟ ايه رأيك؟ هو الحقيقة ولد ذكي ولماح جدا، بس المفاهيم عنده متلخبطة شوية. ايه ده كله؟ حاجة بسيطة. فضل خيرك يا دكتورة. أنا كمان عاوزاكي تنصحيني. ليه النسوان مش عاوزين يبقوا صحباتي؟ وداد ركزت مع الدكتورة أميرة، عمالة تربط في دماغها. يعني هتزودنا بكافيار الروسي؟ لا اصبر شوية، اصبر لحد ما وداد تربط دماغها على الاخر. ما كافيار الروسي مش عايز مشاكل يا باشا. انت ما سمعتش باسم قال لك ايه؟ بيقول لك الدكتوره اميره قلقانه من المبلغ اللي احنا اخدناه. احنا مش هنزوده كتير. انا اخاف اقدم طلب وبعدين ترفض. نجار؟ لا ما اصلها لو رفضت مره هترفض الثانيه والثالثه وانا بقى روحت مناخيري مش غاوي مشاكل. ما اذا كان على المشاكل مش هتخلص، والنهارده احسن من بكره. احنا نصبر شويه لحد وداد ما تربط دماغها على الاخر. لا دي دماغها معصلجه وما بتتربطش ابدا. تبين عليه غاوي مشاكل. طب في ساحه المشاكل يا باشا. يا راجل حد يقول في ساحه المشاكل؟ قول في ساحه الكاشيه يا افخ. جهزت نفسك لرحله الصعيد؟ باذن الله. انا سمعت ان في هناك فروع كتير بتخسر. وفي رايك ايه السبب؟ لا ما انا مش عارفه، لما اروح بقى باذن الله هعرف. من مده كان في بعض المناطق بيخلطوا بين الفايده والربا ورافضين يتعاملوا بالقرض لاسباب عقائديه. بس بيوافقوا انهم ياخدوا فوائد على الودائع بتاعتهم. اللي بياخد فوائد ما بيتعاملش بالقروض، واصحاب المشاريع اللي المفروض يتعاملوا معانا رافضين التعامل باعتباره حرام. بس تيالي في دراسه اتعملت عن الموضوع ده يا دكتور. دراسه شامله ما حصلش. مناطق مناطق، بس تيالي في مناطق فيها عجز اكتر طبعا. في المناطق السياحيه تحويلات العمله بتغطي شويه، اما الائتمان بشكل عام ضعيف جدا. طب لو الكلام ده صحيح بقى يبقى احنا محتاجين نغير سياسه البنك، وخصوصا في الاماكن اللي فيها عجز دي. عندك اي اقتراح؟ خليني ادرس الموضوع ده كويس يا فندم واقدم لحضرتك الاقتراح. معلش انا هضطر استاذن، احسن وليد زمانه خلص التدريب بتاعه. اعمل حسابك، عندنا عزومه جامده جدا الخميس الجاي عند رنا. ايوه عند رنا. مساء الخير. اهلا. مساء الخير يا دكتور حسني، اتفضل معانا. لا شكرا. ما تتفضل لسه بدري. مره ثانيه اروح استريح النهارده، دكتوره اميره تقريبا خلصت. سلام عليكم. فرصه سعيده، مع السلامه. ما تتكلمي عليها بقى يا بابا. اتكلم لك على مين يا عن رنا؟ تاني قلت لك 100 مره مش هينفع نتكلم في الموضوع ده قبل ما تخلص الجامعه، مفهوم؟ يا بابا انا فين بس والجامعه فين؟ هتكون طارق. ايه طارق دي يا جماعه؟ انا خلصت.
عارفه يا ماما هنروح الخميس الجاي عند رنا. ايه ده، مين اللي قال كده؟ الدكتور فخري اتصل بيا وعزمنا الخميس الجاي. لا بس انا مسافره بعد بكره الاقصر. مسافره ازاي من غير ما تقولي لي؟ عندي شغل يا هاني. الشغل ده ما يتاجلش يعني؟ لا ما يتاجلش، الحجوزات خلاص اتعملت. وبعدين ما انا بقول لك اهو، يلا هسباكوا على العربيه. يلا عاجبك كده بس يا بابا؟ ولا يهمك، هنروح انا وانت لوحدنا. اهلا وسهلا، المحافظه كلها نورت يا دكتوره. اهلا بيك يا استاذ يحيى. اتفضلوا حضرتك استريحي هنا وانا هقوم باللازم وهخليهم يطلعوا الشنط فوق. متشكره قوي، احنا عملنا التشيك ان بس من فضلك اكد عليهم ان اوضه منال تبقى جنب اوضتي. الا كده، ولو حضرتك محتاجه اللوكندا كلها نحجزها. اتفضلي بس حضرتك ارتاحي وما تحمليش اهم حاجه. شكرا. اتفضلي. شكرا يا استاذ يحيى. منال نعم. هاتي الشنطه بتاعت التقارير. حضرتك هتشوفي التقارير دلوقتي؟ لا نبص عليها بصه يعني. ايه بس احنا لسه راجعين من السفر، يعني انت مش تعبانه؟ مشوار الطياره اقل من المشوار بتاع البيت والشغل كل يوم. حاضر، تحت امرك. يلا. البند الاولاني ده اوكي. عندك بند نمره 6 اخر نقطه فيه لازم هراجعها معاك. ايه ده، احنا ما طلبناش حاجه. ده ويلكم درينك اللي بقولكم. يحيى بيه. يحيى بيه، ميتين لبون يروق الدم. وبعد اذنك انا قلت للجماعه بتوعنا يجهزوا لنا لقمه كده على المشي. يا يحيى بيه، احنا سايبين بيوتنا وجايين علشان نشتغل، عايزين نخلص شغلنا بسرعه عشان نلحق نروق. الشغل له وقته يا دكتوره، انا خلاص جبت فلوكه واجرت الراوي. ايه ده، ايه ده، فلوكه ايه بس وراوي ايه؟ اجمل فلوكه في البر كله، والراوي هيعجب القوي. بيقول حكاوي ما تتسمعش غير منه هو بس. بعد اذنك الجماعه بتوعنا بقالهم يومين بيجهزوا. ما تقوليش حاجه يا دكتوره، ده اجل حاجه انا اقوم بيها في شرف زيارتكم لي. اخبار المراجعين ايه، شغالين؟ يوه، من ساعه ما وصلوا وهم نازلين شغل زي النار. انا قلت للموظفين بتوعي ينفذوا لهم كل طلباتهم، مفيش حاجه يطلبوها الا لما تتنفذ فورا. وطبعا عملت معاهم الواجب زي ما عملتوا معانا كده. عيب يا دكتوره، احنا بيوت كرم ما تفوتناش الاصول. طيب لو سمحت لما ترجع البنك ابقى بعتهم. لا، هم ضيوف، يروحوا الساعه واحدة، يروحوا وقت ما هم عاوزين براحتهم. انما انا الموظفين بتوعي مفيش واحد يقوم من على الكرسي بتاعه قبل الساعه 2. معلش يا استاذ يحيى، احنا يمكن نضطر نتاخر شويه بعد مواعيد العمل الرسميه، وكمان ممكن نقعد اليومين بتوع الاجازه الجمعه والسبت. حتى ايام الراحه؟ ايوه، عايزين نخلص شغلنا عشان نروح بسرعه. بس انا لا مؤاخذه ما اقدرش افوت صلاه الجمعه. طبعا اللي بيصلي ما حدش يقدر يمنعه، بس برضو العمل عباده يا استاذ يحيى. حضرتك شديده حبتين يا دكتوره، والدنيا مش عايزه الزعجه دي. ها، اسيبكم تستريحوا وافوت عليكم بعد شويه علشان خاطر الغدا. يا استاذ يحيى ملوش لازمه التعب ده ابدا. ملوش لزوم ازاي يا دكتوره؟ بقول لك بقالنا يومين بنجهز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله وبركاته. على فكره يا دكتور، الراجل ده شكله طيب وكريم قوي. الموظف يا يبيع نفسه يا يبيع علمه وجهده، وانا شايفه ان الاستاذ يحيى بيبيع نفسه اكتر. الحمد لله رب العالمين. سفره دايمه يا استاذ يحيى. بقى الاكل ما عجبش يا ابوي، ده كله زي ما هو. لا ازاي بقى، بس انتوا عاملين اكل ما شاء الله، بيت كرم والله. تسلم ايدك يا حاج، انا من زمن ما اكلتش بنفسي كده. يا علي انت مش كلت واتمليت؟ ايوه. يلا لعلع وسمعنا. مادام رزقك معاك مخلوق والرب كاتب نصيبك مع الاجل مخلوق، علامة الصبر عدم الشكوى للمخلوق. يا راجل اتبع اوامر النبي
أرسل الكتاب وهو نزل وعود نفسي يا شيخ على أكل الحلال وهو نزل واللي اتكتب في الأزل ما يأخروش مخلوق. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. مش دي شقة الأستاذ حسين صبر؟ مظبوط يا فندم، اتفضل. أمال الأستاذ حسين موجود ولا مش موجود؟ موجود يا فندم، بس بيعمل واجب أنا مديهوله وبيحله في أوضته. وعينيها تهاني موجودة؟ بس مستريحة في أوضتها شوية، بتريح يعني. أمال أنت مين؟ حضرتك مش فاكرني. حضرتك زرتنا في الفرع القديم 3 مرات، لكن في المكتب الجديد ولا مرة. أنا أنور، مدير مكتب الدكتورة أميرة. وأنت بتعمل إيه هنا؟ مين؟ أهلاً. هاني، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. إيه ده أنت منورنا. اتفضل استريح. إديها لحسين يا أنور. حاضر يا ماما. ميرسي، معلش مش هقدر أقعد عشان أنا مستعجل شوية. وده يصح برضو، حتى ولو كوباية شاي. يا معلش، الحقيقة أنا كنت محتاج حضرتك في خدمة. من عيني. زي ما حضرتك عارفة أميرة مسافرة وأنا مضطر أسافر أنا كمان مرسى مطروح. جالي مشوار مفاجئ كده، وأميرة موصياني ما أسيبش وليد مع الشغالة لوحده. وماله يا أخوي؟ أهلا أستاذ هاني. أهلا 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 يا حسين. وماله يامه؟ ما أنت عارف إن أنا محتاجك هنا، مش هينفع تروح أي حد. لا أنا كان قصدي إن أنا أستأذن يعني، ده هي ليلة واحدة إذا أمكن يعني. ده ابن الغالية اللي ما يترفضلهاش طلب. يا مثبت القلوب، اكشف لنا المستور. ايه ده؟ شفتي؟ اهو ده السبب يا حبيبتي، معمول لك عمل. ايه الوساخه دي؟ انا مسكت حاجه، الحله حليتك، والميه ميتك، والشعر شعرك، والريش ده بقى هيطير رزقتك. بس ما تلمسوش، ده انت معمول لك عمل كبير. مش بس يطفش جوزك منك يا حبيبتي، لا، ده يطفش منك كلاب السكك. لكن انا هفضل وراه لحد ما اجيبه من جذوره. هو ده العمل؟ لا يا حبيبتي، دي عينه،
الاسياد رميتها لنا، لكن العمل ذاته ما يعرفش سكته يا حبيبتي غير اللي عمله، لكن احنا هنتفاهم مع الاسياد وهي هتنور لنا الطريق. مهم هو عملتي له حاجه؟ اهدى، انتوا ما شفتنيش انا كنت دايره في البيت بقول ايه؟ هو دلوقتي لا على حامي ولا على بارد، دماغه عماله تودي وتجيب، ودلوقتي هتلاقيه داخل عليكي. مساء الخير. معجزه والله، لابسهم لك بالعشره يا ام الدوائر. الناس حبيبي السلام عليكم. انا بقى لا استني يا ام الدوائر، خدت منها كام يا ام الدوائر؟ يعني خدت انا كام؟ ما باخدش فلوس يا بيه، انا بعمل ده لوجه كريم. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا استني. تسلمي لي يا غالية. انا مسافه. ايه حصلت يا ناني؟ ام الدوائر؟ ايه ام الدوائر دي؟ ايه اشكال دي اللي بتعاملي معاها؟ المهم بس قولي انت ايه اللي جابك النهارده؟ ايه مش عايزاني اجي يعني ولا ايه؟ لا يعني ايه اللي جابك النهارده بالذات؟ يعني هو لازم يكون في سبب. يعني انت ممكن تبات معاه؟ لو انت عاوزه ابات معاك ابات معاك. بركاتك يا ام الدوائر. أنا مش عارف إحنا حجزنا في الفندق ليه؟ ما كنا عملنا فرشة هنا في المكتب وكانت أدت الغرض. يا دكتورة ريحي روحك، ولو هتشوفي غلط يبقى مش مقصود. هو صحيح مفيش مخالفات قانونية، لكن في لخبطة محاسبية يا أستاذ يحيى. ده غير كمان إنه الائتمان تقريباً معدوم. أصل الجماعة رجال الأعمال اللي هنا ما بيحبوش يشتغلوا بالربا. مين اللي جاب سيرة الربا؟ بقول لك إيه يا أستاذ يحيى؟ من فضلك ممكن تعمل لي اجتماع مع رجال الاعمال دول؟ ممكن جود، بس هتقول لهم ايه؟ دول دماغهم انشف من الحجر الازرق. اهلا 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 ما هانم. اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي حضرتك. ممكن العربيه كده؟ لا سيبي هم هيركنوها ما تقلقيش. طب والفرقه؟ لا الفرقه هتخش من باب الجنينه. اتفضلي ساعتك. ايه في ايه واقف كده؟ انا مع ست الكل ما بسيبهاش ابدا. لا المره دي بقى هتسيبها يا حبيبي. ها طب في العربيه وخش مع الفرقه من باب الجنينه. رايك ايه يا ست الكل؟ اسمع كلام البي قلت واعمل اللي يقول لك عليه. انا زعلان بس ما اقدرش اكسر لك كده. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. وانا ده انا هوا يا اخوان. عاوز ايه؟ عايزك تقعدي. عندي شغل ومش فاضية. هو انت مش هتخرجي من هنا غير لما اقول لك الكلام اللي انا عايز اقوله. اقعدي. انا اول مرة اشوف اب بيجيبني لابنه. انت قصدك على هزيم؟ مش ابويا طبعا. ده مدير اعمال ابويا، دكتوراه في العلاقات العامة. ودرست لحد فين في العلاقات الخاصة؟ سوري يعني على الطريقة اللي تعرفتي بيها علينا. لو عايزه تشتغلي انا ما عنديش مانع. اتفضلي. هو انت عاوز ايه بالظبط؟ عايز اتعرف عليكي. ودي طريقه تتعرف عليا بيها؟ طب اعمل ايه؟ في الكباريه مش نافع. اجيلك تحت البيت وبرده مش نافع. اجيبك البيت عندنا ومش نافع. اعمل ايه بالظبط؟ اعزمني بره. هو انا عارف اتكلم معاكي لما اعزمك؟ ادي انت بتتكلم معايا اهو. ها ماشي. بكره الساعه 7 اتعشى انا وانت لوحدينا في مكان عندنا. ايه رايك؟ بكره مش فاضي، عندي شغل، عندي فرح، خليها بعد بكره. ماشي خليها بعد بكره، بس هو تعلقيني لحسن. الفرقه زمانها جاهز وانا كمان عاوز اجهز، وكمان المعازيم مستنيه. ممكن اجهز بقى؟
دكتورة أميرة، أنا خلاص من التعب مش شايفة قدامي. أنا كمان يا منال. طب معلش مديلي شوية على الكنبة عبال ما أيد آخر كشف حسابات. منال بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان. ايه مالك؟ في ايه؟ هو انا نمت؟ نمتي؟ ده انت الظاهر جالك كابوس. اعوذ بالله من الشيطان. خدي خدي اشربي اشربي. اعوذ بالله. كابوس مزعج ومرعب، ما اعرفش اطلع منه بسهوله. شفت نفسي في مزرعه حلوه قوي، حواليا زرع جميل واخضر، مرة واحدة الزرع ده بيتقلب كلاب مسعورة ليها أنياب عايزة تنهش في لحم. تفتكر يا دكتورة ده تفسيره إيه؟ تفسيره إني عرفش أفسر أحلام. أنا ما بنامش خالص. محدش ما بينامش يا منال. أنا بخاف أنام يجيلي الكابوس. طب ما رحتيش لدكتور؟ الشيخ روضات عندنا في الحي راجل مبروك وبيعرف ربنا، قال لي ان هيعمل لي حجاب وان شاء الله، يعني ان شاء الله مش هيجي لي الكابوس ده تاني ابدا بعد ما اتجوز. روضات ايه بس وحجاب ايه؟ معقوله برضو صدقتي الكلام ده؟ اقعدي. مش عارفه بقى، هو ده اللي حصل. قولي لي انت مش عاوزه تتجوزي ولا ايه؟ انا بكره الرجاله كلهم، انا عايزه اولع فيهم، بكرههم، عايزه احطهم كلهم في مكان واولع فيهم. طب وانور؟ انور ابن حلالي. وبعدين انا ما بقتش اخاف منه عشان عارف طبعي، ما بقاش يجي جنبي خالص. امال ازاي هتتجوزوا؟ احنا اتفقنا لا هو يجي جنبي لا انا اجي جنبه. ازاي يعني؟ انور فهم اللي انا فاهماه دلوقتي؟
حضرتك فهمتي ايه دلوقتي؟ طبعا فاهمه ان الحكايه مش دلع بنات، الحكايه بجد في عقده ولازم تتحل قبل الجواز. انا مش معقده يا دكتوره، والله العظيم انا ما معقده. ابويا هو اللي كان معقد. كان معقد ازاي؟ كان بيدور فيا الضرب انا واخواتي من غير سبب. انا فاكره حتى مره سقطت في الامتحان حلق لي شعري وقعد يضرب فيا لغايه ما اغمى عليا، ما فوقتش غير وانا في المستشفى. درجاتي؟ ده حصل امتى؟ كنت في سنه كام تقريبا؟ مش فاكره والله، ما فاكره يا دكتوره، مش فاكره. يا مولانا ما تستعجلش، انا مش فاهم والله انت مستعجل على ايه؟ وهو فاضل في العمر قد ايه؟ لا لسه فاضل كتير ان شاء الله. الو، احنا لسه راجعين من الحفل. عشان كده بقى يا عم ما بتردوش على الموبايل. ماشي، يعني انبسطتوا في الحفله؟ طيب يا حبيبي يلا تغسل سنانك وتصلي وتنام على طول، وانت من اهل يا حبيبي. اكلم بابا بقى. بابا تعالى اكلم الكومندور. اميره ازيك؟ انت كمان وحشتني قوي قوي. لا انا تقريبا خلصت، بكره بس عندي ميعاد مع كده رجال اعمال، وان شاء الله على السبت بالكتير اكون موجود. لا ما انت عارف الحد لازم ابقى في الشغل. يا سلام يا سلام، ايه الكلام الحلو ده يا عم؟ ايه الغرام والانتقام ده؟ انا مش فاهمه، ما ابقى قدامك ما بتقوليش ليه الكلام ده؟ لا انا من هنا ورايح بقى اسافر كتير. طيب يا حبيبي انت كمان وحشتني جدا، تصبح على خير. انت تعرف مين بقى من القضاة؟ والله بصراحة يا عزيم بيه، القضاة بتوع اليومين دول بقوا ناس في منتهى النزاهة، بقت حاجة صعبة قوي. لكن بقى انا مجهز دفاع ما يخرش المية ان شاء الله. احنا لازم نكون متأكدين بالنتائج وإلا هنفضل نأجل. لا ان شاء الله متأكدين بإذن الله. اهلا، ازيك هاني بيه؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيه. حضرتك هتصلي الجمعه عندنا هنا في الجامع؟ ان شاء الله. فاكرني ولا نسيني؟ لا فاكرك فاكرك. على فكره انا ساكن هنا، انا بيتي هناك اهو. انت ساكن هنا؟ طب يبقى هتنفعنا لو فخر بيه حاول يرشح نفسه في الدوره الجايه. انا تحت امركم، بس هستاذنكم بقى الحق الخطبه. ربنا يتقبل. ومنكم. السلام عليكم. مين ده؟ ده سكرتير اميره. هنعمل ايه بقى في القضيه؟ احنا عايزين براءه مش عدم كفايه ادله. احنا هنأجل القضية المرة دي. وبعدين؟ أنا أعرف ناس في الأرشيف هيخليهم يسحبوا لي الملف ونرتبه زي ما احنا عاوزين ونرجعه مكانه تاني. ساعتها القاضي هيلاقي إن الدكتور فخري مظلوم وملوش أي علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. طب ده معقول جدا؟ بس الموضوع ده هيتطلب فلوس. ها؟ فلوس؟ كتير. والله لو في براءة الكتير عشانك يبقى قليل.